مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فقرتنا الأولى من برنامج بلاد هو إعلان الحراك الوطني للطوارق في جنوب ليبيا، طبعا عن تجديدهم وقف إطلاق النار اللي يعني بيناتهم كان، وهذه خطوة كويسة. وحينضم في هذا الموضوع معنا السيد أبو بكر علي، حيكون معنا عبر الهاتف، هو رئيس لجنة التواصل بمجلس حكماء منطقة غات. لكن قبل ما نبدأ النقاش نأخذ بعض الأخبار السريعة الخاصة بالشأن الليبي. الخبر الأول، زار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السيد فايز السراج العاصمة تونس، وتلاقى مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، واللي عبر فيها من خلالها السراج تقديره وشكره لتونس من خلال دعمها ومساندتها لمختلف الفرقاء الليبيين. أما الخبر الثاني، السيد عبد المجيد بريش، طبعا هو أحد المتنازعين على رئاسة المؤسسة الليبية للاستثمار، صرح وقال إنه من الخطأ فك تجميد أسر المؤسسة بعد الاتفاق على تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وأنا من الضروري أن توعد المؤسسة مجمدة لحمايتها من الفساد. واللي نحب نذكره إنه طبعا مجلس الأمن جمد 85% من أصول صندوق ثروة السيادي للبلاد في سنة 2011، وأن حجم ثروة المؤسسة يقدر بحوالي 67 مليار. أما الخبر الأخير، المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر قال أن المفاوضات الجارية مع الأطراف الأمنية يهدف للتوصل إلى اتفاق يسمح لحكومة الوفاق أنها تعمل من العاصمة، وقال أيضا في مقابلة مع واحدة من الوكالات الأجنبية بأن توقيع الاتفاق السياسي يمثل نهاية مسار المفاوضات، لكن يعني يشكل بداية لما وصفه بالعمل الجاد. طبعا احنا وصلنا لنهاية الأخبار مشاهدينا الكرام لمواصلة الحلقة، واللي قلنا في بدايتها هو تجديد إعلان الحراك الوطني للطوارق في الجنوب الليبي بوقف إطلاق النار بينهم وبين إخوتهم التبو. خلينا نشوفوا هذا البيان من قبل الطوارق ونرجع إن شاء الله. تأكيدا على التزام قبائل الطوارق بليبيا بالحوار السلمي أسلوبا ومنهجا لحل كافة القضايا بين أبناء الوطن، واحتراما لما جاء في اتفاقية السلم والمصالحة الموقعة في مدينة الدوحة بين التوارق والتبو بتاريخ 22 نوفمبر 2015، وتمكينا للجان المشكلة من ممارسة المهام المناطة بها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فإننا نؤكد على الآتي: أولا، نجدد تأكيدنا على الالتزام بوقف إطلاق النار من جانب التوارق، حرصا منا على إيقاف نزيف الدم وإرساء للأمن والاستقرار في ليبيا عامة والجنوب كافة. ثانيا، ندعو كافة الأطراف المعنية بتنفيذ الاتفاق بتوفير المناخ المناسب لاستكمال إجراءات تنفيذ بنوده. ثالثا، نطمئن كافة مكونات الجنوب الليبي وخاصة إخوتنا الأهالي في المنطقة على أننا سنعمل جاهدين بالتعاون معهم على بسط الأمن والاستقرار ورأب الصدع الناتج عن الأحداث الأخيرة. رابعا، ندعو الأطراف الدولية وعلى رأسها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتحمل مسؤولياتها في دعم جهود إحلال السلام وتحقيق التنمية في الجنوب. حفظ الله ليبيا أعيان ومشايخ قبائل التوارق وغرفة العمليات بأباري. يا ممتاز، كويس، بدأت فيه خطوات إيجابية، بدأت فيه بوادر الصلح في أرجاء ليبيا. اليوم الطوارق أعلنوا رسميا وإعادة اللي هو مسألة الإعلان على وقف إطلاق النار بينهم. نتكلم على الموضوع هذا، لكن خلي ناخذ معنا الأستاذ أبو بكر علي رئيس لجنة التواصل بمجلس حكماء منطقة غات. أستاذ أبو بكر، مساء الخير. أستاذ أبو بكر، إذا كنت في الاستماع لنا أستاذ أبو بكر، مساء الخير. أستاذ أبو بكر، مساء الخير. طيب، حتى يعودوا الشباب في الكنترول يتواصلوا معك ويحاولوا إذا كانوا تمكنوا من الاتصال لي. الخطوات احنا دائما نشجع يعني بشكل إيجابي، مهم جدا،
يعني هو يحاول أن رأب الصدع بين المدن الليبية. يكفي ندم الآن أصبحنا اليوم الطوارق والتبو اللي لهم كم يعني سنة خلال الفترة الأخيرة تقريبا 3 أو 4 سنوات في اقتتال، مات منهم من مات، أسر من يسر، صارت مشاكل كبيرة حقيقة بيناتهم، وهذا طبعا مغاير تماما لاتفاقية هي مسمية باتفاقية أمادي أمادي المبرى بينهم من 100 سنة. هذه الاتفاقية تنص على أنهم إخوة الدم والتراب وإخوة الوطن، ما فيش اقتتال بيناتهم، هم عائلة واحدة. فحاولوا من خلال هذه المبادرة أن يقدموا شيء جديد ودعم لهذه الاتفاقيات اللي من 100 سنة، يعني احنا نتكلم عليه سنوات مش من 4 سنوات. وبالتالي حاولوا من خلال هذا اللقاء أو هذا الاتفاق أن يقدموا تنازلات من الطرفين، يقدموا واجهة حقيقية للبلد، يقدموا الصورة المنطقية اللي يجب أن تكون عليها الكل. يعني يكفي ندم بصراحة المنطقة الشرقية المنطقة الغربية كل مرة تصير بعض الإشكالية الجنوبية. الآن إذ ما تم التوافق رسميا والعمل على هذا الشكل، وشفنا البيان بصراحة كان بيان جدا ممتاز جدا، الطوارق أثبتوا فيه حقيقة وطنيتهم، هذا أكيد الكلام أيضا مرجوع حتى لإخواننا تبو، أن لابد أن يتم المصالحة ونزع السلاح من الميليشيات اللي ما تكونش تحت مظلة الدولة، وهذه نقطة نتمنى للكل يعني ينظروا لها في الحقيقة. رجعنا للأستاذ أبو بكر علي رئيس لجنة التواصل الاجتماعي بمجلس حكماء غات. مساء الخير أستاذ أبو بكر. مساء النور أستاذ أبو بكر، السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. احنا شفنا البيان ممتاز جدا، لكن في هل خلال هذا البيان الجديد اللي ممكن تضيفونا؟ طيب ما هو الجديد اللي يمكن اضافته من بعد هذا البيان؟ وين اصبحت الخطوة الثانية؟ حاضر. نعم. طبعا جديد وليس المساعدين الأعزاء بإذننا هذا المتقدم بالتخية للقناة لكانة موطات التخية للبناء التجديد لهذه القناة. نعم شكرا لي. وكمان أود بهذه المناطق هي مناطق مولد النبو الشريف نتقدم بالتحية الثانية لكل مكونين في كل بقاع الأرض، وأود أن يعرف بشيء من العرض عن شيء، وأن الإسلام دين السلام وليس دين حروب والإرهاب، ومع ذلك الذين يسيئون لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو قدوة المسلمين. نعم. وأمامهم الرسالة الإلهية للإساءة لهذا الدين. فنقول هذا الدين عن ذلك ما هو جديد وما هو المنتظر. أود أن أذكر باتفاقية كانت هي قبل 20 سنة تقريبا أنادي أنادي ما بين الطوارئ. نعم. نعم. فيها. طيب هو استاذ ابو بكر اعتذر منك عن المقاطعه فقط، قبل ما نخش في اتفاقيه رمادي رمادي اللي كانت طبعا من سنه، احنا خلينا ناخذ حاليا الوضع الحالي بعد الاتفاقيه بين التبو والتوارق. الوضع الحالي بين نعم. التوارق والتبو حاليا يعتبر الوضع حالي ممتاز ما شاء الله ممتاز بكل الوقوف ويتم الفرح الكبير هو بعودة كل أخلصنا النازحين الذين تباني وإغراني وعودة الحياة الطبيعية فيها وعودة التلاميذ والطلاب إلى مدارسهم في محصلة المعيش التعليم الأسلمة للمراحل التعليم سواء كان الأساسي أو المتوسط أو الجامعي. ممتاز. الحليم الذين تباني فيها قتال وتكون قتال فيه. نعم. أن تكون هناك فيها قتال، تكون هناك فيها حياة طبيعية لكل سكانها، ولكن الآن لا يزال هذا لم يعود. ومثل صفحتنا الكفرة نعم. يعود كل النازحين من مدينة الباري إلى مدينة الباري، ويعود الغلغل اللي هي بعضهم، والطلاب يعودوا لمدارسهم ويعودوا لجامعاتهم. نعم. 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 في الحقيقة ذكرت نقاط جد مهمة اللي هي مسألة رجوع النازحين، عودة الأطفال أو الطلاب إلى مدارسهم، وهذه أتصور أنها مهمة جدا. لكن لو سألتك هل بدأ فعليا العمل بهذا المنطلق، يعني عودة النازحين وبدأ المؤسسات التعليمية عملها والطلاب رجعوا لمدارسهم؟ مشكور عزيزي. لا أريد أن أذكر به أن حاليا ما زلت في مدينة فاتح التي تبعد تقريبا 65 كيلومتر عن مدينة الباري، ومعين في مدينة 3 أيام
بشأن تطوير القوى في الغابات الصومالية. مدار الحياة ليس بعد في مدينة مبار. هناك بعض المدار بل قد تكون ليس مدار في الأساس عادة فيها الدولية ولكن هي كلها مرحلة التعليم الأساسي. في الأمر الثاني والثالث حتى مراحل التعليم الأساسي متقدمة منها. ولكن كل مدارسنا في مدينة مبار لم تبدأ في العمل بها. طيب. الاتفاق ينص على يعني الوحدة والترابط ونبذ العنف، طبعا هذا الضمني اللي هو للاتفاق والتوقيع عليه، وإعلانا بشكل مباشر أن هذا الاتفاق هو اتفاق شامل وكامل للطرفين. أيضا مسألة نزع السلاح، ما هي الخطة اللي مفروض أن احنا نعرفه أن البلد يعني على مصراعيه مفتوح من الشرق والغرب، لكن الخطة اللي هي للاتفاق حول نزع السلاح على الأقل الميليشيات يعني مش الناس اللي تتبع الدولة. جميل أخويا عز الدين، نزع السلاح هو أهم جانب في كل صحيح في كل اتفاق من الاتفاقات اللي تحصل بإقام الاقتصاد الليبي الليبي. في مدينة مبار لكي يتم نزع السلاح يجب أن يكون هناك أطراف وحاجة لتشارك في هذا الاقتصاد. هو لم تشارك بالدعم أو لم تشارك بالقتل المدافع. فعليه لابد من وجود القوات، هذه القوات المحايدة نتمنى أن تكون من جنوبنا الحبيب. عندنا في الشاطئ من سبها مرزق غارس الأزهار وأكبر المنطقة القريبة من هذا الإقليم إقليم فزان ممكن من الزفرة أو من أي مدينة أخرى من المدن القريبة من إقليم فزان. حتى يتم نزع السلاح لابد أن يتم الاتفاق على الطرفين والارتباط بمن ياتي ويحل محل هذه القوات التي كانت تتقاتل، وهي احدى المشاكل اللي واقعه ما بين الطرفين هو جبل يسمى بجبل سيندي. طيب سؤالي الاخير استاذ ابو بكر، حتى يعني ما اخذناش الوقت، سؤالي الاخير، هل الاتفاقيه اللي ابرمت الان وتم توقيعها فيها من النقاط اللي تم اللي فيها اتفاقيه اماديه مادي من 100 سنه فاتت، هل اخذتم بعض النقاط منها، لقحتم اضفتم؟ هو اهم ذلك في اتفاقيه اماديه اللي وقعت من 125 سنه مضت هي ان الاسطول والطوارق تقوى ولا اقتتال بينهم وكان من خلال هذه الاتفاقية التي وقعت للأسف في قطر ليسها وقعت في مدينة من المدن. السيد أبو بكر علي رئيس لجنة التواصل بمجلس حكماء منطقة غات، شكرا جزيلا لك ونسأل الله أن يحقن دماء كل الليبيين وكل المسلمين. مشاهدينا الكرام، فاصل أكيد حنواصل إن شاء الله. زي ما شفنا بعض الصور فيها الأمل الكثير، وهي عودة صغارنا لمدارسهم في مدينة بنغازي، لقطات حلوة الحق ونتمنى نشوفها في كل مدينة. يعني وقفت الدراسة فيها وهذا شيء مهم جدا لأي سبب كان من الأسباب. اتفاق الصغيرات ما زال هو الحديث الأكثر بين الناس وانشغالهم به، وهو تشكيل حكومة الوفاق الوطني. اليوم حنتكلم على جزئين، الأول مخرجات هذا الاتفاق، أما الثاني التحديات اللي تستنى في الحكومة في الفترة القادمة. حول هذا الموضوع معي في الاستوديو الأستاذ الكاتب الصحفي مجاهد البوسيفي. مساء الخير أستاذ مجاهد. أهلين أز، كيفك؟ أنا حنبدأ معك في تقرير وبالتالي حنتكلموا على الكثير من النقاط. نشوفوا التقرير أستاذ مجاهد، وإذا كان في بعض النقاط اللي ممكن نضيفها أو عندك استيقاف عليها في التقرير نخشى. شوفوا تقرير مشاهدين. اتفاق تاريخي بين الليبيين في منتجع الصخيرات المغربي،
ماراثون طويل من المفاوضات بين الفرقاء استمرت لأكثر من عام، ينتهي أخيراً بالتوقيع على اتفاق سلام من شأنه ينهي النزاع ويعيد روح الوحدة إلى بلاد بها حكومتان وبرلمانان ومن كل شيء تقريباً تملك اثنين وربما أكثر. مواقف أطراف الحوار شهدت تغيراً جذرياً عما كانت عليه في البداية، إذ اقتنعت أنه لا مناص من الاتفاق، فعلى اختلاف انتماءاتهم وخلفياتهم قرروا أن يطووا صفحة الانشقاق من أجل الوحدة والسلام. اتفاق الصخيرات بحسب المجتمع الدولي هو الخيار الوحيد أمام الليبيين من أجل إنقاذ بلدهم، ولا خيار آخر مطروح على الطاولة كبديل، وهو السبيل الوحيد الذي إن سلكته ليبيا فإنها ستنجو من ويلات الخراب والدمار. أسئلة كثيرة تدور في الأذهان حول الاتفاق والأحداث التي حدثت في اللحظات الأخيرة وأيضا عن مستقبل الاتفاق في ظل وجود تحديات كبيرة ستقف في وجه تطبيقه على الأرض وتعرقل عملية التنفيذ. ولكن المبعوث الأممي مارتن كوبلر قال موضحا: اتفاق اليوم ليس إلا بداية طريق طويل، لكنها الخطوة الأهم. تابعنا مشاهدين الكرام والأستاذ مجاهد هذا التقرير حول الصخيرات بالكثير من النقاط حولنا نسردها في هذا التقرير، لكن إذا كان عندك أي رسائل أو أي شيء حول التقرير. لا تمام. طيب خلينا نبدأ معك بتغريدة غردتها وانت في الصخيرات على تويتر، وقلت حرفيا: قضيت يومان مع المتحورين في الصخيرات واستمتعت وسألت، لكن لست متأكد من أشياء كثيرة. شنو هذه الأشياء؟ ممكن نسيتها تعرف بصفة عامة. يعني هي مرحلة تتصف بعدم اليقين في أشياء كثيرة في ليبيا، والكل عنده قلق وشكوك، وأني من ضمن هذا الكل. يعني عندي تساؤلاتي الخاصة حول جدية البعض في هذا الاتفاق، إلى وين يمكن يمشي، إلى بعض الإجابات اللي سمعتها من النواب بصورة شخصية بشكل بآخر أني مؤتمن عليها في الواقع، يعني مش نحكي فيها كثير. فهي مرحلة قلق عامة يعني مش طيب بعض التفاصيل اللي يعني أنت ممكن أحكي لك أشياء تحت الهواء اللي طبعا احنا ما تابعناهاش من خلال شاشه التلفزيون، لكن ما نبوش انت يعني امنوك على بعض الاشياء، لكن الاشياء اللي ممكن انها تطمن الليبيين. يعني بصوره شخصيه اللي يعني خلينا نقول اسعدني في ظل هذه الاوضاع، اني يعني شفت مجموعة من الناس بصراحة من الطرفين، من ثلاثة أطراف مستقلين أو مؤتمر أو برلمان أو شخصيات عامة، بصراحة على سوية لا بأس بها من الوعي والثقافة وإدراك اللحظة التاريخية وشروط المرحلة. بس للأسف هذه الناس ما تطلعش تحكي، اللي يطلعوا يحكي في الغالب، يعني في ناس جيدة تحكي بس غالب اللي يطلعوا يحكي باسم البرلمان أو المؤتمر وكذا هما من مش تماما النوعيه اللي احنا نبوها. يعني شفت ناس يعني تحضرني اسماء كثيره، بس شفت خطاب سويكر شخص استطيع ان نقول انه سياسي محترف مثلا، شفت شعيب شخصيه تدرك تماما المرحله وقليل الظهور، حتى سويكر انا اول مره نشوف سويكر بس فعلا قضيت معه وقت طويل في نقاشات، يعني رجل مدرك تماما للحظة التاريخية، مدرك تماما للوضع، مدرك تماما لقيمة الاتفاق، لمتطلباته، لشروطه. يعني نفسي استغربت، يعني هذو الناس ليش ما يطلعوش؟ شفت من الجيل الثاني من السياسيين زي لؤي الغاوي وزي مصعب عابد طبعا ربيع شرير معروف، يعني الجيل اللي يفترض يستلم بعد 4-5-6 سنوات إذا استمرت الأمور، بس هذه الناس كلها مختفية. اللي يطلعوا ناس في جزء لباس بي منهم مختلفين. شفت أيضا ألم بالذات عند بعض نواب برقة من بعض زملائهم اللي طالعين يطلعوا في الإعلام بشكل مكرر ويرفعوا في راية بنغازي والخوف على بنغازي.
مسألة انهيار جيش بينما وجيش. الحديث المغلقة تختلف، ما طبعا. تختفي بنغازي فجأة وتبدأ المساومة مع المناصب وكذا. وهذه بصراحة كانت يعني فيه مرارة من بعض النواب اللي بعض النواب اللي حكيت معهم وحكوا لي هذه الأشياء كانوا يشعرون بمرارة حقيقية، يعني تميع الأمور بهذا الشكل وكأننا نحن مش مع الجيش ومع الشرطة وكذا. طيب يعني في أشياء من هذا النوع. طيب في مرحلة لما كان الاتفاق في الصغيرات، صار اللقاء بين سيد بوسهمين وسيد عقيلة صالح في مالطا، ردة الفعل من بعض النواب أو أعضاء المؤتمر أو المستقلين كيف كان؟ حقيقة يعني علمت به مبكر بالصدفة هذا، لأن كنت على اتصال مع غرفة الأخبار في 218. نعم. فكان واحد من النواب اللي اعتبره بارزين، يعني من الناس اللي فعلا تستمع لمسيسين، فلما وريته صورة الاجتماع استطيع أن أقول بكل ضمير مستريح أنه صدم تماما. معقولة؟ وصدم تماما لأنه لقاء غريب. حتى لما حكيت مع الأستاذ محمد الشعيب ما كانش فيه تفهم لهذه اللحظة التاريخية على هذيك الطاولة الكبيرة وهم اثنين جالسين، كان مشهد يمثل تماما عزلة هذول الشخصين، عدم إدراكهم لما يدور في العالم، اللعب فعلا في الوقت الضايع بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة، والميزة الليبية إضاعة الفرص، الفرصة وراء الفرصة. هم يعني لو كان واحد منهم أو اثنين أو على الأقل النواب اللي كنت أنا جنب يحكوا كانوا يتمنوا من هذين الشخصين أو على الأقل واحد منهم أن يجير هذا الاتفاق لصالح الاتفاق في الصخيرات، التوافق بينهم. ولكن طبعا هذا لم يحدث، يعني كل حد لعب بطريقته. هو كان يعني انت مرات تفكر من فتره ماضيه ان المفروض كان فيه لقاء اجل لما جاء الاتفاق والتوقيع على الحكومه في الصغيرات صار هذا اللقاء، وقد تكون في بعض الاشياء الخفيه اللي ممكن اسقطتها انت حضرتك من خلال كلامك. طيب حكومه الوفاق الان الوطني اللي الكثير معول عليها والكثير يشوف انه ممكن تقدم شيء، لكن في المقابل هناك اصوات تقول ان هذه الحكومة مش هتقدر تقدم شيء في خلال السنتين أو على الأقل الشيء البسيط، يعني في حتى اللي يعتبر فيها حكومة وصاية. إيه طبعا دائما تجد من يرفع هذه الشعارات. التعليق الأخير على لقاء السيد بوسهمين والسيد عقيلة، أنا أشك أنه يذهب أي خطوة للأمام، لأنه السؤال الكبير الذي لن يستطيع أحدهم الإجابة عليه، إذا أنتم كنتم تؤمنون فعلا بالحوار اللي بالليبي وتستطيعوا أن تلتقوا كما التقيتوا في مالطا، لماذا ألاف الضحايا؟ لماذا عشرات ألاف النازحين؟ لماذا هذا القتل؟ لماذا هذه المزايدات بدماء الناس؟ لا يعني لا أعتقد أن في إجابة من قبل أحدهم على هذا السؤال. بالنسبة لحكومة التوافق، الجيد في الملف الليبي أنه هو وصل إلى المجتمع الدولي وانتبه المجتمع الدولي أوروبا وأمريكا تحديدا إلى خطورة الحالة الليبية وخطورة الحالة الليبية عندما مست مصالحهم، ولكن هذا التقاطع ليس معيب في السياسة، عندما تتقاطع مع مصلحة ومع مصلحة هذا جيد، يعني مش بالضرورة سيء. وبناء على هذا الأحساس الملموس يعني تمت نقول الدعوات والضغوطات والحوارات والمفاوضات وكل هذه الفعاليات اللي شفناها في المدة الأخيرة حتى وصلنا إلى الصخيرات. حكومة التوافق هي نتاج هذا كله، نتاج حوار ليبي استمر 14 شهر. وأنا سألت الأستاذ الشعيب شخصيا ونشر هذا في الحوار اللي نشر في 218، نسألته قلت له هل في أي مرحلة تم ذكر أي اسم ليبي في الحوار معك من قبل المجتمع الدولي، السفراء، الأجانب، الوزراء؟ أكد لي تماما طوال 14 شهرا وحضر مئات الاجتماعات لم يذكر أي سفير أجنبي أو وزير أو دولة أو كيان أو مجتمع أي ترشيح أو أي اسم، أو لم يوحي حتى لإحابي هذا، بمعنى أن مسألة الوصاية مستبعدة، مستبعدة جدا. يعني في ناس تختلق في دول طالب الوصايه مش لقيتها، يعني ايضا كل حد يعني يلعب برضي شويه، يعني احنا يعني
قصدي احنا تفصيل بسيط من العالم، يعني العالم مش قايم علينا ولا جاي بيوصينا ولا صحيح. حتى هذه الاكاذيب انه احنا دوله غنيه، احنا دوله فقيره تعبانه في كل شيء. يعني مرات تقول يا ريت تحصل من حد يوصيك، يعني يتوصى عليك شويه، بس ما فيش هذا الحكي. بس هي تقاطع مصالح، تنازلات. طبعا في دول تفضل ناس على ناس كذا، بس هذا ايضا عادي في السياسه، يعني مش حاجه غريبه. طيب مساله مهمه اخرى سيد بوسيفي، اللي هي مساله اللي هي هناك الان، كانت فيه حكومه في طبرق وحكومه في البيضاء وحكومه في طرابلس، ومساله تقسيم الادارات اصبح فيه وزارة صحة في الشرق وزارة صحة في الغرب والى ما ذلك، الى تنزل حتى الادارات الوسطى. كيف سيتم التعامل مع الانقسام الاداري اللي صاير؟ هذا شغل كبير، شغل مؤسسات. السؤال الكبير اللي يبدا منه كل الاشياء الاخرى، احنا ما عندناش قيادات في ليبيا. عندنا قيادات متخصصه في التأزيم وليس في الحل، وهذه مش قيادات حقيقيه. هذا هو اللي تقريبا اطول الازمه الليبيه. نجاح الحكومه، حكومه التوافق وكل مشمولات حكومه التوافق على القيادات. انا لا اعرف السيد فوزي السر الشخصيه، وقد اتمنى طبعا ان يفاجئنا، ان يكون هو القيادي المنتظر، يعني هو مجموعته. بس سؤالك اللي طرحته يحتاج اجابه عمليه. انا ما عنديش، انا اتمنى ان يختار الاشخاص الصح، لان هذا شغل كبير. اتمنى ان ينتهز فرصه اهتمام المجتمع الدولي بنا قبل ان يلتفت بعيدا عنا، وان يستعين بخبراء الامم المتحده بشكل جدي وحقيقي. وسع في استعداد في المجتمع الدولي حقيقي ان يساعد ليبيا. طيب ايضا تصريح مارتن كوبلر حول اللي هي تامين العاصمه طرابلس والتنسيق مع بعض القوى الامنيه داخل طرابلس وعملها، هل تشوف ان هالحكومه حتحصل منطقه امنه وحتشتغل بشكل كويس من خلال التنسيق مع الجهات الامنيه؟ والجهات الامنيه من هي هذه؟ هل هي ميليشيات؟ هل هي تحت مظلة الدولة؟ طبعا طرابلس تتنازعها قوى عديدة، يعني للأمانة يعني قوى، هناك احتمال كبير أن تمشي مع الاتفاق. وطبعا نعرف أن هناك صراع خفي يخيم على العاصمة طرابلس، وهو بين السلفية وداعش، حتى نكون أكثر وضوح يعني. نعم. صراع أساسي يعني. حنشوف قوات الردع اللي تميل، أنا شخصيا أعتقد أنها ستمشي مع الاتفاق. داعش ومشمولاتها ما عندهمش قوة أرضية كبيرة، ولكن تملك سلاح الفتاوي وتملك سلاح نوع من السلطة الدينية يعني. بس عندهم سيطرة على بعض، عندهم سيطرة. تبقى الجماعة المقاتلة اللي هي موقفها إلى حد الآن مش واضح، يعني السيد سامي الساعدي باعتباره المنظر الشرعي لي، أو يقال أن العقل المدبر للجماعة الإسلامية المقاتلة، مهما اختلفت مسمياتها بس هو باقي نفس التكوين يعني. يعتبر هذا الاتفاق هو مفروض من الخارج وكذا، ولكن كجماعة مقاتلة لازال موقفها غامض. أعتقد عندما تحسم الجماعة المقاتلة موقفها من خلال يعني تجاه الاتفاق الصخيرات ستتضح الصورة أكثر، ولكن ما أستطيع أن استشرف أنه هناك صدام قادم، ولكن وكثيرون يعرفون أن هناك صدام قادم في قد يكون غالبا حيكون في طرابلس. لأن هذه النقطة أنا حاب نسألك عليها سيد مشاهد، لو رفضت هذه الميليشيات الكتائب الأمنية سميها ما شئت، لكن لو رفضت هذه الأجسام المسلحة وجود الحكومة في طرابلس، كيف سيتم التعامل معها مع المجتمع الدولي؟ أو مهما انضم مجموعات او كتائب او سمي لهذا الاتفاق، وهي ستنضم، ستبقى في نهايه الامر مجاميع او مجموعه لن تنضم لهذا الاتفاق. السؤال ما هو عدد هذه المجموعه؟ هل سيكون كبير؟ هل سيكون صغير؟ ولكن هذه المجموعه سيتم الاصطدام معها حسب وجهه نظري، يعني لا مفر من الاصطدام مع هذه المجموعه. تصريح احمد معتيق امس ان اجتمع ب 50 ميليشيا بحرفيا، قالها في على راديو البي بي سي، كيف تصف؟ للأمانة أنا شفت السيد ميتيك عامل تصريح على صفحته يقول أني، وتصريح سياسي من طراز رفيع للأمانة يعني،
يقول أني يعني منتمي الآن لمجلس رئاسي ولا أتحدث، وكل ما يقال عني غير صحيح، ولا أتحدث إلا بعد مشاورة هذا المجلس الرئاسي. أنا أشك أن قال هذا التصريح، لكن كلنا نعرف أن في مجاميع مسلحة كثيرة في العاصمة ولن تنضم جميعها إلى الاتفاق، يجب أن نكون واضحين في هذه المسألة. طيب مجلس الدولة منضم يعني خلال من اللي هي المفروض أن يقدمها مكافحة الإرهاب، مكافحة الفساد اللي هو بشتى أنواعه، وأيضا غسيل الأموال. الفترة الزمنية أتصور أنها فترة قصيرة، والكم الهائل من الآمال والتمنيات اللي مبنية على حكومة الوفاق، ثلاث أجزاء مهمة جدا وذكرت حتى في مسودة الاتفاق: مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ومتاجرة السلاح. هل يمكن أن الحكومة أن تقدر تقدم الشيء هذا كله؟ هو السيد السراج طبعا جاي بحسب ما فهمتني من الناس أو حتى تصريحه هو في السخرات، هو عنده ثلاث ركائز في حكومته حيركز عليها. أتمنى أن الشخصين تكون بالتوازي، يعني وهي هو الاقتصاد، الاقتصاد والأمن أعتقد، ونزع السلاح أو شيء، مش فاكر النقطة الثالثة الأمانة يعني، سمحني، الاقتصاد والأمن والمصالحة. نعم. وهي أجندة مختلفة قليلا على أجندة المجتمع الدولي، ولكن تتقاطع معها في أشياء كثيرة. لأي حد هو حيمشي في هذا المشروع وحينجح حنشوفه، بس فيه أوراق القوة، يعني أنه فيه اهتمام حقيقي من المجتمع الدولي، وهذا أمر مش هين أبدا. في الشارع الليبي في أغلبه العام يعني بشكل واضح راضي على اتفاقه ومرحب به، وتعبان يعني عايش يبي يعيش يعني. نعم. خلاص الناس تبي تعيش، تمشي تفتح متاجر، تمشي تعمل بزنس، تمشي المدارس، تمشي الصحة، تمشي كذا. فيما بين هذول الاثنين إذا عندنا قيادات حقيقية بالأمكان توفير الكثير، ولكن تجربتنا مع القيادات طبعا مخيبة، بس نأمل أن القادم يكون أفضل. لما أنا يعني السراج وحكومته وزراح أمام فرصة لا بأس بها يعني. هو كيف حيتصرف أنا بصراحة مش عارف يعني. طيب في سؤال الأخير لك سيد بوسيفي، لو حاولنا نحدد أبرز التحديات اللي تنتظر حكومة الوفاق الوطني. شوف، في أمور قد تنحل بكل بساطة، ولكن إذا أتيتها من مدخل غلط قد تصبح مشكلة حقيقية كبرى، وهذا ما أمر ليبي متكرر، وشيء كثيرة كانت تنحل ببساطة، سوء الفهم المتكرر من الأطراف والعناد وكذا. الأمن هو أكثر تحدي يواجه السراج شخصيا وحكومته، هو إيجاد المفاتيح اللازمة للأزمة، ثم الشغل الحقيقي على المجتمع الليبي من داخله، قبائله وتنظيماته، وتقديم تطمينات للجميع، التمسك يعني إعطاء بنغازي مكانتها الحقيقية، واللعب بأوراق مهمة مثل مدينة مصراتة، هذه مدينة أساسية، مفتاح للسلام. صحيح. وللحرب. يعني لازم تعتمد عليها. مدينة طرابلس مدينة يعني نعم. واثقة من نفسها وكذا، ما عندهاش مشاكل كثيرة، بس في مدن لازم تنتبه لها كويس يعني. نعم. الصحفي والكاتب مجاهد بوسيفي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مشاهدين الكرام. فاصل والجزء الثالث. هذه الصورة لبعض الأفارقة اللي حاولوا فيها الهجرة من بلادهم إلى أوروبا، لكن لظروف كثيرة منعتهم من الهجرة، فكانت لهم للأسف هذه الصورة. أما فقرتنا اللي هي الأخيرة لحلقة اليوم خصصناها للحديث الحصري أجراتها زميلتنا خديجة العمامي مع وزير الداخلية السابق الدكتور عاشور شوايل، وحنستعرض فيها أهم ما قاله دكتور شوايل. اتكلم على الحكومة الثانية، حكومة زيدان، واللي كان فيها شوايل وزير للداخلية. كان يترأس الأستاذ رئيس الوزراء الأول اللي هو قبل الأستاذ علي زيدان. فالمهم الحكومة الثانية اللي كان يترأسها الأستاذ علي زيدان، هو حاول أن يخليها حكومة وفاق، لأن كان فيها من جميع التيارات،
ويعني في أخطاء كثيرة ارتكبت في ذلك الوقت، يعني في بعض الأشخاص تقلدوا مناصب، الآن أصبح العملية مبرمجة ومدبرة لأمور أخرى. أنت شفتي لما كلفت بها، أتذكر يعني قبل القسم القانوني يوم القسم قبل بساعة وساعتين يقول لك والله الدكتور عاشور ضروري هيئة النزاهة، ما هيئة النزاهة وكلام من هالقبيل، يعني خشوا في كلام خطير. طبعا بدوا بعبد الفتاح الله يرحمه، حاولوا في بعض الشخصيات الأخرى، كانوا عارفين أن الدكتور عاشور مثلا والله جاي بيخدم بيأسس أمن ونسعى للقضاء، لأن احنا نتذكر بنغازي كانت في قمة يعني القوات، القذافي كانت لعند جدابية توصل، كانت فيه شرطة وكان فيه قضاء، بدأت السجن يجهزوا فيه، بدأوا يقبضوا على بعض المطلوبين، بدأ فيه ملامح دولة تظهر، لكن هناك من كان يراقب لا يريد هذا الكلام، فطبعا نزاهة ما نزاهة وكلام أصلا، يعني حتى الكلام اللي جابوه كلام لا أساس له ولا له معنى، ورفض من أول محكمة ثم أيضا أيدات المحكمة العليا كلام هو القصد هو الإقصاء والإبعاد عن هذا المنصب. ولكن بشرت، كانت لدي برنامجي قدمته قدام المؤتمر الوطني في ذلك الوقت، أعتقد كان حتى البث مباشر، وجايب خطة خلال 6 شهور 7 شهور يبدأ الملامح تظهر، فيها جمع السلاح، فيها كيف نتعاملوا مع المجموعات المسلحة اللي داخل المدن. بديت في حوار أنا حتى بعض الإسلاميين قابلتهم وشفتهم وجلست معهم، كل من أجل عسى ولعل أن نحن نوصل إلى حل دون إراقة دماء. قابلت كثيرين منهم، في البعض منهم موثق حتى لدى الإعلام، يعني الناس الآن في من منهم على قيد الحياة وفي من منهم سواء هنا في بنغازي أو حتى في طرابلس. لكن للأسف المؤامرة بدأت، هي بدأ من الجيش، الجيش شبه سيطروا عليه، الداخلية كانت صعبة عليهم، كنا نشتغل في إطار دولة. الحقيقة السيد علي زيدان في بداية 3 شهور الأولى كان يعني قلب واحد في هذا العمل، ولكنه الرجل تعرض هو إلى ضغط مباشر، وعرفته ما حصل له في الخطف، وخطفه هو شخصيا، وخطف مدير مكتبه، وأمور أخرى كثيرة، انزلوا اختلوا الوزارات. طبعا الأمن اتذكر جلسنا، وهذه كلمة للتاريخ نقولها، جلسنا في غرفة اسمها غرفة زي مجلس الأمن البسيط، كنت أنا والسيد رئيس الأركان في ذلك الوقت يسمى قوش والسيد علي زيدان، على أساس أن شفت أن أنا اللي قعدت قدام الوزارات 10-15 سيارة، فقلت لهم المفروض تنجهزوا قوة من الشرطة بالرغم من هذه القوة، وكذلك قوة من الجيش، ويجب أن يتم التعامل معهم باش نفكوا، لأن وزارة الخارجية ووزارة العدل هذه من أكبر الوزارات في الدولة، وزارة السيادية. للأسف يعني كان الجانب اللي هو متعلق بالجيش ردهم ما كانش رد إيجابي، وصب بصدمة مواطن في الشارع. جينا دربنا العديد، اللجنة الأمنية اللي كانت قوة ضاربة، قوة كبيرة جدا، قلست، ثم بدينا في تجنيدهم، والآن ما شاء الله أغلبيتهم الآن دمجوا وتم تدريبهم، واللي ما تمش تدريبه تم تجهيزه، اللي شفناه عند مزدوج إلى آخره، فالرقم الكبير اللي كان 150,000 الآن ما عاش فيه منه شيء إطلاقا، لأن الهدف هو بناء الدولة. الدولة لا تبنى إلا بجيش وشرطة وقضاء عادل نزيه بعيد من السياسة، هذه الركائز بناء الدولة. بعدين تكلم سيد شوير على الصعوبات اللي والفترة اللي صار فيها الاستيلاء ومحاصرة الوزارات. لما بدوا يستولوا على الوزارات ضعف، تخيلي نفسك أنت وزير داخلية ما عندكش قوة تردع 10-15، أنا أعرف مش 10-15 أن عندهم بالمئات، لكن كان بإمكاننا. والله أتذكر للتاريخ جاني الله يرحمه سويسي، كان هذيك الساعة هو مكلف باللجنة الأمنية العليا، فالراجل قال يا دكتور دير لي تكليف وأنا حنجمع قوة ونخش عليهم. فبلغت الأستاذ علي زيدان كان موجود، درت له رسالة في ذلك الوقت، كان معه شخص كاني أعتقد مدير أمن طرابلس في ذلك الوقت،
ولكن هم يعني بالرغم ان اخذوا الرساله وغيره لكن فيه عوائق. هذا منظر تشوفيه قدامك، فيه ناس ما تبيش دوله او تبي دوله لكن باسلوبهم هم، طريقتهم هم، من داخل الحكومه ومن خارج الحكومه كله بهذا الشكل. المؤتمر الوطني بدا فيه البعض، فيه ناس شرفاء الحقيقه اعتز بهم واحترم، لكن فيه البعض كان ضد هذا البناء. احنا بدينا بدايه قويه، بدأ التدريب وبدأنا الدفعات تتخرج، اللجنة الأمنية حلت، كذلك الأمر بدينا نجهزه في التسليح وفي غيره. لما حسوا بديت نطلب حتى في مدرعات، في ذلك الوقت كانت في حوالي 140 مدرعة في مصراتة خاصت بالشرطة، فبديت نتحاور معهم وقصة طويلة عريضة. الحقيقة في الآخر احترموا وبديت نسحب فيهم 30 40 30، لكن بعد ما تركت مانيش عارف عاد كيف حصل. أنا مغازي مسكتها كمدير أمن أو مكلف بملف الأمن، كل المراكز تم صيانتنا. أتذكر أحد المراكز البركة كان يصين فيه واحد العيد بن حميد، ما يرطوش بن حميد مع بن حميد، هذا رجل فاضل ومن جماعة مغازي، كان هو وابنه ومجموعة يصينوا في مركز البركة القديم هذا على وشك الانتهاء، مركز لفهات، مركز رأس عبيدة، مركز الحدائق اللي فجر بالكامل، كل المراكز بنينة، الوحيشي، الفوهات زي ما قلت لك، قريونس، كل تم تجهيز تجهيز غير عادي وإلى آخره. يمكن فيه لما تركت مديرية الأمن الأغلبية جاهزة واليوم الجاهز على وشك أنه يكون جاهز. الآن بدوا يدمروا فيهم، ثم دمروا المحكمة، محكمة الشمال، محكمة الاستئناف، يعني كل ما لا علاقة بالضبط والربط والنظام وبناء الدولة بدأ مستهدف. فيه من يؤيد في ذلك للأسف، بعض الأشخاص محسوبين على الثورة ومحسوبين حتى على سكان بنغازي، كان يؤيد في هذا الكلام ويقول لك لا الرؤية بالنسبة لنا واضحة. بعدين بدأ مسلسل الاغتيالات، فعملية خروجي العكس، أنا كنت مصمم. والحقيقة يعني كانوا أغلب عدد كبير من ضباط الشرطة وغيرهم حتى في المنطقة الغربية بمنتهى الصراحة يعني كانوا على مستوى عالي جدا، وكان لهم الاستعداد أنهم يفعلوا أي شيء. أنا جايب برنامج واضح حدد له مدة زمنية، بدأت ملامح تطلع، بدينا بالأمن الظاهر، يعني حتى الحكومة صار فيها خلل لأن الأستاذ علي نفسه تم الضغط عليه بطريقة بشعة ونهوها باختطافه هو شخصيا والكلام الثاني، فصار فيه عجز. وحتى الحكومة دخلها فيه بعض الأشخاص كانوا معيقين أكثر ما أنهم مساندين، فأنت زي ما أنت قد ماشي تبي توصل للحائط وتوقف ما عندكش. أنا رجل أمن مانيش صغير يعني مريت بتجارب كثيرة، فحسيت أن نبقى نفشل. يعني الآن وصلت لي لمرحلة مفترق طريق، الآن سرقة المال العام، الآن الاغتيالات، الآن يعني على الأقل كنت تمشي وانت آمن، الآن الاغتيالات، الآن يعني حتى المناصب والوظائف وإلى آخره أصبحت هدف. لكن هل مؤهل القبيلة ترشح والمنطقة ترشح والعائلة ترشح؟ فمسألة خطيرة جدا، يعني هذه مسألة خطيرة. أنت عارف العالم الخارجي أغلبية يعول على أن أوروبا وأمريكا والأمم المتحدة حيدرون حل إلى آخره. أنا أتصور لا حل إلا أن يكون ليبي. أعتقد الكل الآن وصل لمرحلة بأن ما كان يدير فيه غلط، وأنه يحمي نفسه مقابل أن يعود لأحضان الوطن. كلمة ثور خلاص، ثوار الآن الثورة انتهت، الآن الثائر هو من يبني ليبيا. الآن واحد يتكلم باسم قبيلته، آخر يتكلم باسم منطقته، آخر يتكلم شرق غرب جنوب إلى آخره. تشوف أنت الواقع حكاها حتلقاها كلها منقسمة، هي أساس الكلام هذا. تقول لك تشوف المنطقة الشرقية الحقيقة على من بداية هالثورة وحتى قبلها دائما مترابطين متماسكين، ما تلقيش مشاكل بين المدن ولا بين القبائل ولا غير. المنطقة الغربية لأن النظام الأول كان من سياسته أنه يضرب مثلا زنتان بمشايشة. أيضا تكلم الدكتور شويل عن مشاركته في منتدى الحوار الوطني وعن المقترح الأمني اللي قدمه في هذا اللقاء. أو الحوار تقريبا منتدى الوطني والمنتدى الحوار الوطني تقريبا كان هذا اسمه في ذلك الوقت، كان الحضور من جميع المدن الليبية، فكانت فيه كلمات قوية استدعوهم طبعا. كانت في البداية لمرشحين للحكومة، ذكر الدكتور فتحي المجبري، الدكتور أعتقد اسمه المسير
من برا، هذا من كندا وشخصية محترمة جدا، مجموعة عطوا كل واحد منهم برنامجهم، ثم جاء التدابير الأمنية، فكان مطروح اللي هي أن طرابلس تقعد منطقة خطرة. فأنا كان ردي أن طرابلس هذا كلام غير منطقي، أنت طرابلس منطقة خضراء ومخارج طرابلس منطقة حمراء، يعني تأمن طرابلس. أنا لا أقصد طرابلس كمدينة ولا كشعب، أنا أحترمهم وأقدرهم اللي هو أهلنا في طرابلس، لكن أنت تغلق على طرابلس بقوات ثم خارجها تخرج منها سلاح وتحطها برا، خارج منها ما هي ليبيا، هل نترك البقية يتقاتلوا؟ الحل يجب يكون حل شامل. فالمهم أيضا اقترحت عليهم سحب السلاح خاصة الثقيل والمتوسط، طالما السلاح موجود بهذه الصورة الدولة ولا يمكن تقوم ولا تستطيع الحكومة أنها تمارس عملها. فصدفة بعد ما انتهينا جاني شخص سلم عليه قال لنا الملحق العسكري البريطاني ونبي نقابلك، وكانت مازالة جلسة أخرى، وجاي معايا الأمريكي. قلت لنا بكرة مسافر، حددنا ميعاد نتذكر قبل السفر. جلسنا، جاء هو وجاء معهم حتى شخص برتبة أعتقد عميد أو أقل منشأ أو أكثر من إحدى الدول العربية، هذا ممثل العسكري للأمم المتحدة. وجلسنا فقال لي أنت ليش تقول مثلا يعني من ضمن الأسئلة خضراء؟ قلت له ولي يمكن هذا كلام غير منطقي، وأعتقد جربتوها أنتم في مكانات أخرى فاشلة، تأمن منطقة وتخلي باقي المدن خاربة، إذا كان في نوايا أخرى مش مزبوط. كان كلام حاد بيني وبينهم، فصار بيني وبينهم جدال. قلت لهم أنتوا لو تبي تخدموا ليبيا تروا تسحبوا السلاح، ديروا قرار مجلس الأمن، أي أولا تحلوا الكتائب قرار مجلس الأمن، ثم تأمروا بسحب كافة الأسلحة، حطوهن في مكان محايد، حطوا عليه قوات دولية، جيبوا قوات إسلامية باكستان ماليزيا تونسيا إلى آخره، هذه يبدأ على حراسة هذا السلاح حتى تتمكن الدولة من بناء مؤسساتها. فقال لي أتذكر أحدهم قال لي فرضا رفضوا، قلت له رفضوا في عندك العقوبات الدولية، عندك كذا، عندك راهو ليبيا فيها جيش غير يحتاج إني واحد. مشاهدينا شفنا أهم النقاط اللي تكلم عليها دكتور شويل في هذا اللقاء واللي كان حصري لقناة 218، وأبرز النقاط اللي تم عرضها وبها. طبعا اليوم وصلنا لنهاية حلقتنا، ملتقانا يتجدد بكم غدا إن شاء الله مع الزميل عزيزين عبد الكريم. تقبلوا فائق تقدير واحترامي العزيز الفلح والمعد وليد باللامة، إلى اللقاء.